السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير. ما بين تعاملاتنا الكتير بنقابل اشخاص مختلفه، وما بين الشخصيات دي شخصيه بتظهر وكانها عاديه جدا، بالعكس يعني ممكن يظهر كشخص جذاب جدا في طريقه كلامه وفي اسلوبه وفي اناقته وفي الطريقه اللي بيتعامل بيها مع كل اللي حواليه. ده غير قدرته العاليه جدا على الاقناع واسلوب كلامه اللي تحب جدا تسمع له وقعدته اللي ما تشبعش منها. اول انطباع بيتاخد عنه هو الانبهار بشخصيته وشهامته واسلوب كلامه وجذابيته العالية جدا. لكن بالرغم من كل الكلام الجميل اللي انت شفته من اول انطباع ليك مع الشخصية دي، الا ان الشخصية دي من اكتر الشخصيات اللي لازم يكون عندك حذر كبير جدا وانت بتتعامل معاها. شخصية السايكوباث من اكتر الشخصيات اللي لو مصلحتها معاك هتستمتع جدا بالتواجد معاها، وتحس قد ايه ان هو شخصية لطيفة ومرحة وجذابة ويعتبر مفهوش عيب. لكن شخصيته الحقيقية بتبتدي تظهر لو حس انك واقف ضد مصلحته، او لو فهم انك قدرت تفهم شخصيته الحقيقية. وبما انك فهمت شخصيته الحقيقية فهو مش هيسيبك تعدي كده في حياته بسلام، بالعكس هو هيوريك شخصيته دي لكن عليك انت. ده لان الشخصية دي من اكتر الشخصيات اللي عندها استمتاع وحب للانتقام من غير ما تحس باي شعور بالندم. الشخصية دي بتعتبر من الشخصيات المزدوجة، بمعنى على قد ما كل الصفات السيئة اللي قلناها عنها إلا إنها عندها جانب تاني في شخصيتها بيمتلكه الزعماء والقادة، زي الجراءة، القدرة على التحكم والسيطرة والتفاوض والإقناع. الشخصية اللي عندها قدرة عالية جدا على إنها تخلق جو حلو جدا لو ليها مصلحة معاك. كتير من الرؤساء صنفوا على إنهم عندهم نسبة عالية جدا من شخصية السايكوباث. وجدوا كمان إن أكبر نسبة موجودة بين المديرين التنفيذيين على حسب دراسة عملها عالم النفس ناسان بروكس من بين 3-21% من كبار المديرين من الشخصية دي. من اكتر الوسائل انتشارا اللي عملوها للتعرف على شخصية السايكوباث هي قائمة تدقيق هير للسايكوباتية، اختصارها BCLR. القائمة فيها 20 صفة من صفات الشخصية دي، مؤسسها هو عالم النفس الكندي روبرت هير في سبعينات القرن العشرين. من اكتر الصفات اللي موجودة في الشخصية دي وظاهرة جدا هي فكرة تضخم الانا، يعني بالنسبة له انا في كل حاجة، شعور العظمة عنده عالي جدا. بالنسبة للشخصية دي يعني هو وبعض الطوفان، يعني ممكن يعمل اي حاجة عشان خاطر نفسه مهما كانت الوسيلة المستخدمة ومهما كان هيجي على كام شخص قدامه. لكن في الغالب الوسائل اللي بيستخدمها بتبدو ان هي اخلاقية جدا، وبيحاول يظهر على انه هو شخص كويس جدا لدرجة ان اللي قدامه غالبا بيتخدع فيه من اول انطباع. وده طبعا لان هو عنده جاذبية سطحية، يعني عنده جاذبية واناقة عالية جدا وقدرة عالية جدا على الاقناع بالكلام، قدرته على ان هو يتفاوض ويقنع اللي قدامه باكتر من اسلوب، يعني سواء باستخدام اسلوب التعاطف وان هو يظهر كشخص متعاطف ومتسامح والجو ده، او باستخدام اي وسيلة كانت. عنده كذب ملهوش نهاية، وده لان هدفه الاساسي هو انه يقنع اللي قدامه وانه يظهر بمظهر جذاب جدا من غير ما اللي قدامه يفهم ان هو شخص منافق. دايما هتلاقيه بينكر كل حاجة بيعملها، وده بهدف انه مش عايز حد يمسك عليه اي غلطة. عنده فكرة التهور والاندفاع دي عالية جدا، ومستعد يعمل اي حاجة عشان خاطر فكرة مجنونة في دماغه، حتى لو هتوصل معاه ان هو يرتكب اي فعل غير اخلاقي حتى لو كانت جريمة مثلا. عدم قدرته على تحمل المسؤولية عالية جدا، وكمان عنده عدم قدرة رهيبة على التحكم في النفس، يعني اي رغبة بتخطر على باله لازم ينفذها طالما هو شايف ان هي مناسبة. دايما بيفضل الخطط المجنونة، وده لانه بيحب جدا الحاجة اللي يعملها تجلب لي متعة او حماس عالي جدا مهما كانت الحاجة دي. طبعا لو انت شخص بتفضل الاستقرار في حياتك مش هتحب ابدا انك ترتبط او تتعامل مع الشخصية دي. ده لانه طول الوقت بيحسسك بالذبذبة وبالتردد وان انت اللي فيك المشكلة، يعني عمره ما هيقولك ان الحاجة اللي عملها بسببه هو او الحاجة اللي حصلت بسبب افعاله هو، لكن غالبا تكون دايما بسبب رد فعلك انت. طول الوقت هتحس انك عايش في شك ذاتي، طول الوقت هتحس انك شاكك في نفسك طول ما انت بتتعامل مع الشخصية دي. وده لان غالبا الحاجات اللي بيعملها بتبدو وكأنها كويسة قدام الناس، لكن في الباطن لو دورت وراها هتلاقي ان هي سيئة جدا. لكن الاثر اللي بيكون ظاهر بيكون على الشخص اللي هو بيتعامل معاه، مش هيظهر للناس زي ما هيظهر على الشخص اللي هو بيتعامل معاه. لكن طول ما انت لسه مش فاهم الشخصية دي هتفضل داير في دايرة هو انا السبب ولا هو السبب ولا المشكلة فين. طبعا العامل الوراثي مؤثر جدا في ظهور الشخصية دي، لكن العامل البيئي زي الصدمات النفسية والرفض والإساءة من ناس حبها مثلا كمان ممكن تقوي الصفات دي جدا جواه.
طبعا بتختلف نسبة خطورة الشخصية دي، يعني مش اول ما نشوف صفة ظاهرة مثلا على شخص فنقول ان الشخصية ان الشخص ده ضمن الشخصية دي، لكن ده بيعتمد على كام صفة من الصفات دي متوفرة في الشخص ده، وهل هو ظاهر فيه كل اعراض الشخصية دي ولا ظاهر مثلا نسبة، ففي الحالة دي ممكن تتعامل معاه. اما في الحالة التانية لو الشخصية دي متوفر فيها كل الصفات دي فطبعا هنا استحالة التعامل معاه لانه اصلا مريض ومحتاج يتعالج. لو النسبة اللي موجودة في الشخصية دي معقولة وممكن تتعامل معايا لازم تكون حذر جدا في البداية لحد ما تعرف الشخصية دي على حقيقتها، لان هو بيظهر وكأنه شخص لطيف جدا وبيحب الخير، مع محاولة انك تصحي الضمير جواه شوية من خلال الجانب الديني. كمان مهم جدا انك ما يتعاملش معاه بشخصية حساسة او انك ما يتأثرش جدا بقراراته، لان هي سريعة جدا وبياخدها في وقت يعني اقل من سرعة البرق. يعني ممكن لو انت عملت حاجة ما عجبتهوش ياخد قرار فوري ان هو هيعاقبك، فحاول تتجنب الاخطاء الى حد ما وانت بتتعامل مع الشخصية دي وتكون حذر بصورة عالية جدا. حاجة كمان مهمة جدا وهي انك ما تحاولش تلعب معاه دور الضحية اطلاقا، لان هو بيستمتع لما بيتعامل مع شخص اضعف منه، لانه في الحالة دي بيبقى فاهم او مدرك ان هو هيقدر يستخدم عليه كل سلطاته او كل الطرق اللي هو ممكن يستخدمها. ما تظهرش قدامه وكأنك شخص ضعيف جدا، لان هو هيستقوى عليك وده اللي رغبته العالية جدا في استخدام السيطرة. طبعا ما تصدقش وعوده اطلاقا، لان هي بتبقى بهدف اقناعك بشيء معين مش لان هو هينفذها فعلا. من اكتر الشخصيات الغنية جدا اللي غالبا بيستخدموها في الافلام وفي المسلسلات، وده لان هي بتظهر وكأنها شخصية جذابة جدا والبعد النفسي في شخصيتها عالي جدا، فهنلاقيها بتظهر في افلام كتير ومسلسلات كتير جدا. ده اللي بيفسر احيانا ليه البطل مثلا في الفيلم بيكون شخصيته سيئة جدا وممكن يكون بيعمل افعال غير اخلاقية بالمرة، لكن محبوب وجذاب بشكل كبير جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه اول مرة بتشوفنا، طبعا فعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اللي تنزل على القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.